السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير. من بعد واحد 6 ايام هنايا في ايمتشيل عند خالد هنايا في لوبرج، اليوم غادي نتحرك ان شاء الله من ايمتشيل. كنت بغيت نتحرك تقريبا شي يومين هادي، وتلاقيت الدراري هنايا، تلاقيت السي نور الدين من مكناس، وهذا هذا السي كي اللي غيعرف الدري هذا سميتو معاذ. تحياتي لكم الاخوان. كي سافر بحمار هنا في الاطلس، عنده قناه هو في يوتيوب، غنحطها لكم في صندوق الوصف. الناس هذو تلاقيتهم بارازار، معاذ تلاقيتو شي يومين هادي ولا 3 ايام، في وقت هادي زو عيط ليا تلاقيتو، كندير هو نيس كندير مع السي نور الدين غيجي عنده هنايا. وتلاقينا والبارح تلاقينا والبارح مشينا بتنانيس في بحيرة تيسليس، مشينا لإسلي وتيسليس وبتنا في تيسليس، واليوم أنا غادي نتحرك وتا هما غادي نمشيو. هاد البحيرة هادي سميتها تيسليس، القدرون من إيمتشيل كيجي حتى ليها. انا غادي ندور عليها وغادي نخرج للكودرون في هذيك الشيخه راه هي. اجي دخلت من هنا راه كاين الكودرون غير هنايا، غير واحد البيست هنايا كدور على البحيره كامله. هاد البحيره سميتها تيسليت، وكاينه واحد البحيره اخرى راه كاينه واحد البيست كدي ليها بحيره اخرى سميتها اسلي، تبعد من هنايا ب 10 كيلومتر بيست كده حتى لها. هذيك الاخرى انا هي اللي كتعجبني بزاف، هذيك الاخرى ما فيهاش شجر الصراحه. يعني هادشي باش ما هادشي باش ناقصها، كون كان فيها شجر تكون واعره، فيها غير الجبال بحال هكا ما فيها لا شجر لا والو. غنحط لكم واحد الفيديو ديالها صورته بالدرون البارح مع البارح بتنايا، البارح ربطنا غير في هذه الجهه هذه هنا من هنا. هذيك الطريق اللي جاي معاهم الموتور هي اللي كدير لك اسلي. سير كاينين الناس مخيمين لا راهم دايرين الخيمات. هاد الطريق هادي كانت مكرفصه هنايا راه قادوها، كانت هنا صغيره هاد الطريق هادي وكانت مكرفصه. الله دابا ما عرفتش مشى دوزوا ليها يعني عاودوا جدوها داروا ليها الكوترون، دابا ولات مزيانه هنايا. ابا الطريق ديك حتى لبني ملال ولا كامله كوترون ولا الازيلال اللي بغيتي. هيا هنا كاينين الجبال يعني من الفيراجات. راه هي الطريق دابا فين نازله الفيراج فين داير وغادي تاسنت. كاينين الفيراجات هنا صراحه، كنت المره اللي قبل كنت درتها من هنايا، قال اخر مره درتها في 2017 درتها من العكس، جيت من هاد الجهه هادي. هنا كيديروا هاد البلايك هادو ديال البنوات اللي فيهم السلسله، على حسب هاد المنطقه هادي كيكون فيها الثلج هنايا بزاف في شهر واحد 12 جوج، غالبا في شهر 12 وواحد وجوج فين كيكون حتى 11 فين كيطيح الثلج كثير يعني. ولكن دابا راه شحال ما بقى طاح، تقريبا من شهر من 2018 كان طاح الثلج تبارك الله كثير، من تما ما بقاش طاح بزاف يعني بحال هذاك العام. الشجر تبارك
دابا كاين هاد الطريق هنايا، هادي كدير النيشان كدير القصيبه بني ملال. انا غادي نمشي لهاديك تينكارف، غادي ندور على اليسار يعني باش غادي نمشي لانرجي. دابا هنا كاين الطريق ديال بوتفرده، هاي البلاكا، و على اليسار كاين الطريق تاغزوت تينكارف. انا غنمشي هاديك تاغزوت، في هاد الطريق ديال تاغزوت، ومن تما غادي نعاود نقلب يمكن على اليسار. قليل فين كيدوز من حداك شي واحد هنا، مازال داك الطريق الاخر اللي كاين دابا الطريق الاخر كاين مورا هاد الجبل اللي كدير بني ملال، تما كيدوز الترونسبور. هنا قليل الحمام هذاك وقيلا ولا هو شجر الصفصاف. ماشي فيها غير هنا يعني، في هاد المناطق هادو بالاخص ديال اي تحديد تلقاهم الصفصاف كيديروا على هاد الشكل هذا، كتلقى يعني مصاف كيديروا ولا كيزرعوا. طريق صغير هنايا ديال الطوموبيل، بعد واحد الطلعه جات النزله دابا حتى لتيسرات نيت عبدي، ماشي حتى تما مازال طلعه يعني تقرب وصلت تما تكون واحد الطلعه يعني. الدوار صراحه ما عرفتش شنو سميتو، هنايا العلو تقريبا كاين واحد 2135 متر اللي عطاتني في لابليكاسيون، كاين العلو 2000 متر عالي كيكون البرد. السلام عليكم. السلام. اوكي عاون ربي. كاين شويه ديال الماء تبارك الله هنا، فوقيت التلج كيكون بزاف ديال الماء هنا. السلام عليكم. اوريلا ايرومين ايرومين قلت لك نصراني شتي فاش كيكون الماء هادي هي النتيجة، كاين داك خضوريات بزاف. السلام عليكم. شتي هادي خوخة هادي على الطريق، ما عرفتش شنو سميتها الدوار،
نسولو هاد الراجل هذا واحد البير فين كاين الفوق. السلام عليكم. تهنا اشنو سميت الدور؟ ها اشنو سميت الدور؟ تغزو. شكرا تغزو. مكتوبه في البلاكه لاقت هذه مكتوب تغزوت تيقولوا ليه هما تغزو. جيت دابا مع هاد الطريق هادي وكاينه دابا هاد البلاكه هادي هنايا غادي لانركي ندور على من هنا انركي يعني من تحت السماء هكا وكاينه الطريق بني ملال من هنا. الطريق هي تكون زوينه هادي اللي كدير لها ديك هادي دابا تال بين الويدان اللي بغيتي تمشي ما بغيتيش كاع تمشي لبني ملال ديك اللي بين الويدان تاقلفت دابا هادي من تاقلفت تخرجك في الاول تاقلفت ومن تما تكمل فين بغيتي تاقلفت تختار هاديك الساعة واش تمشي لواوي زغت ولا لبني ملال ولا طلعت علو هنايا الوقيلة هادي في هاد المنطقة هي أعلى أعلى بلاصة يعني الطريق لكن شي اكثر من 2400 متر تجي النزله دابا مقويله وانا طالع هنايا راه واحد الناس في السارحين هذوك دابا راه رحالة هذوك تاعهم فيما كان الغازون تلقاهم فيما كيكون الغازون بحال هكاك دابا راه كاين شي عين تما تمايا شي علاش كيبقى يكون داك الغاز شي واحد الريح بجد جاي فاس السما زرقاء الله ضربت واحد الرعدة كنت نسمعها في الاتجاه هذا ولكن هنا السما زرقاء واحد الحمير تمايا واحد الرحالة راه هما فين دايرين الخيمة ديالهم الفوق راه هي بيضا كيكون دابا تكون شي عين هنا وكيقول كيكون الغاز هنايا كيكون عندهم البهيم ديالهم ياكلوا هنايا المعاز وداك الشيء اللهم المعاز ديالهم هنا كيكون البرد بزاف صراحه بالليل هنا اكثر من البلايص الاخرين هنا كاينه شي 2300 متر ديال العلو هنا دابا مازال واحد كيلومتر ونص ديال الطلعه من بعد غتجي واحد 10 كيلومتر نازله حتى الانرجي كاينه واحد النزله طويله حتى للواد حتى الاسيف من اللول وانا ملي غنوصل اسيف من اللول هذيك هي الطرق اللي غنمشي مع الواد اسيف من اللول حتى لتيلوكيت دابا راه واحد القضيه دابا فاش كدير الطريق نفس الطريق ديرها من اتجاه مختلف يعني المعاكس بحال اول مره يعني ديرها كتشوف مناظر يعني مختلفين من الاتجاه الاخر نخرج دابا من الانرجي غادي نشدو الطريق دابا ديال اسيف من الاول الناس ديال المنطقة هنايا الفورستي كيقولوا ليه بوغابة تسمع بوغابة جاية بوغابة جاية ما كاين الفورستي هنايا بزاف ولكن هنا في هاد المنطقة ديال الانرجي صراحة ما كاينينش هنا في الغابات راه ممنوع تقطع الشجر يعني مثلا الناس اللي كيحطبوه هنايا كيبغيو الدفا ويطيبوا به وداك الشيء راه
خاصهم يقطعوا من الشجر اللي يعني يابس، فهمتي؟ يعني مشى ميت، الا حسوا كتقطع هاد الشجره خضراء مثلا موطور وكتقطع فيها هذيك الماكينه اللي كتقطع، راه كتخلص واحد الغرامه راه مع شي 3000 ولا 4000 درهم. هادشي شجره واحده واقيلا، اما الا شدو قطع في شي غابه ولا شي حاجه راه فيها الحبس. غنزيد شويه غادي نبات في هاد الطريق هادي قبل ما نخرج للتلفيت. الشجر ولا مخلط ولا فيه هاد الصنوبر والكروش، سميتو الكروش هذاك، يلاه تفكرت هذا هو الكروش هذا. انت راه كينساو عليا السماء ديال هنا القرود راه مغولين ما كيشوفوش بنادم قليل، راه ما طلعوش الشجر. اسمع 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 انا طلع لي كراش يطلع لفوق وينزل عليه بشي حجره من تما. مغولين هاد القروده، كاين شي دوار يمكن الفوق هنا. سلاس ديالنا هاد القنطرة هادي غالبا القنطرة هنا بنينا واحد بني شكال ساعة تقليدية هادي، على بنينا غير الناس هذه هنا اللي كيبان لي. شي من هنا ما كيطلعوا اما السكان في هذه المنطقه هذه خلال هنا. غالبا يكون ساكنين فوق وغير هاد القنطرة قديمة هادي. المهم انا دابا راه شي 8 سنين ولا 7 باش جيت هنا كانت شتا كبيرة دايرين تحت منها، دايرين تحت منها شجرة، داكشي علاش عمود، داكشي علاش يعني شادة ديال الصفصاف هذاك وقيلا. انا كنقول اه واش كيفاش زعما ما كاين والو زعما شاد لتحت زعما غير هذوك العواد، هما راه دايرين شجره من تحت. شرا الناس زارعين هنا ديجا، شي واحد تيجيب البغل ديالو هنا. شنو زارعين هنا؟ فاش كتضرب نص ديال الطريق تقريبا ما بين انرقي وسيلوكيس الطريق كتولي خايبه.
بالنسبه للبيك هذا بيز هذا كاين شي بلايص فيهم حجر كبير وداك الشيء يعني مكرفصه على الطريق بزاف. غنشوف شي بلايص دابا فين نعس ان شاء الله. دابا السبعه ديال العشيه معني جديده كتكون باقا واحد مع ديك الثمانيه كتغرب الشمس. غنزيدها شويه لقدام اخرى هنايا بحال ديال قبيله. اللون ديال هاد الواد هذا صراحه عطى ديكور زوين. النبسة هذه كاينة بزاف في هاد الطريقة هذي معرفتش شنو سميتها. راه بحال الصبار هي راه مكتكبرش بزاف. شوف شي بلايص دابا فين ندير الخيمة حتى هي وقعت علينا هنايا عندنا الزرعين تمايا. كتبان ليا هاد البلاصة هي اللي ممكن نلقى فيها شي بلاصه فين ندير الخيمه. من بعد الطريق كتطلع لفوق نورمالمون هاد الجبال تا هما كيكون فيهم مقروضه. كاين واحد الغار كنا عسنا حدا انا واحد الدري كنت شي انا وياه. كاين واحد الغار عسنا حدا وكان كيبان لنا الفوق وقيلا من الجهه الاخرى وفيه القروضه. مدافي هذا واقيلا هو بوشنيخة اللي كينقيو به سنانو بدا صغير واقيلا يمكن الا هو كتبان بحالو هادي من التحت. عجبتني هاديك البلاصة راه هي يا ما بين هادوك جوج الأراضي اللي زارعين فيهم. هنا هادي خاصني دابا نشوف كيفاش غنزل تما. ترى كاين واحد الناس ساكنين تما الفوق وعاوتاني راه واحد لا بحال شي دوار هنا كيمكن يسكن بزاف. غنشوف كيما شي الا كاينه شي قطعه من الجهه الاخرى ولا شي قنطره ولا شي حاجه. ما كانش غنرجع ونقطع الواد من التحت انا دابا طلعت ولكن شي نزله من تما كيفاش نقطع الواد وندوز. ولكن في هذيك الجهه كاين هذيك الطلعات معايا حل الا ما كانش شي نزله من تما هو نرجع ونقطع الواد ونتم جاي معاه من هنا. هذه فكره مزيانه هذيك البلاصه بنت لي واعره الصراحه فيها شويه ديال الكازون وبعيده على الواد. لوطيل لهنا كون قاعد تشريوها عندي دير بحال هكا ودير في الخبز. نمشيو نجيبو البيكالا دابا